وفي صباح يوم جديد بتشرق الشمس على قصر العمري اللي كان فيه بنوتة في أوائل العشرينات بتدور على باباها. بابي انت فين؟ انا هنا يا حبيبتي، كويس انك جيتي، كنت عاوزك في حاجة. خير يا بابي؟ بصي يا حبيبتي، انا مضطر الـ3 شهور الجايين اسافر برا البلد. ساندي بزعل وهتسيبني لوحدي؟ من فضلك خدني معاك. مش هينفع يا حبيبتي، الصفقات ديت هتكون وسط رجالة وأنا مش هاخد بنتي وسطهم. ما انت يا بابا هتسيبني هنا لوحدي؟ مش لوحدك، معاكي دادا ثانية تونسك وهي في مقام أمك الله يرحمها. هو كمل بقى، وكمان سايب فهد يكون الحارس الشخصي بتاعك لحد ما أرجع. ساندي بصدمة، أنا الحارس بتاعي يبقى فهد اللي شبه عفريت العلبة ده؟ الأب بخضة، ساندي بخضة، هو ورايا صح؟ عفريت العلبة يتعز منه حاجة تانية يا سامح بيه. فهد الأنصاري شاب في أواخر العشرينات متدين جدا وبيعمل حارس شخصي لسامح العمري اللي بيعتبره زي ابنه بالظبط. سمح لبنته بصوت واطي، انتي تمشي دلوقتي بدل ما تلاقي العلبة انفجرت. ماشي، قشطة عليك، استر عليا الله استر على بنتك. سامح بضحك، عيلة مشكلة، تعال يا ابني اقعد عاوزة. اتفضل يا سامح بيه. سامح بقى، لا انا كنت طالب منك خدمة كده واتمنى توافق وتعتبرني زي ابوك من غير ما تقول. ربنا يعلم غلاوتك في قلبي، عارف يا ابني. بص يا فهد، انا هسافر الكام يوم دولت سفرية مهمة جدا في صفقة لمدة 3 شهور، ومحتاج منك تكون الحارس الشخصي لساندي. فهد بصدمة، أنا وساندي؟ ما حضرتك عارف اللي فيها، وإحنا مش بنتفق مع بعض تماما، وصراحة أخاف أعمل أي حاجة تضايقها. أنت يا سامح بيه تتضايق مني شخصيا، وأنا ما يرضينيش زعلك. يا ابني اعمل ما بدالك، المهم هي تكون معاك، أنا عمري ما هثق في حد غيرك عليها. تمام، بس اعذرني، أسامة هيكون معايا عشان مش هينفع نكون لوحدنا. على بركة الله يا ابني. هو في المطار واقفة ساندي بتبكي وبتقول لباباها، هذا وحشني قوي يا بابي، وانتي كمان يا حبيبتي، ده هم 3 شهور بس، اصل اول مرة تغيب عني الفترة دي كلها. الايام بتمر بسرعة يا حبيبتي، يلا مع السلامة. مشى الاب وهو بيقول لنفسه، يا رب الـ3 شهور بتاعت السفرية ديت تمر على خير وتنجح الخطة. وبعد شوية فهد وهو بيغض بصره، يلا يا ناسا ساندي. ساندي بعند، عاوز اقعد شوية، يعني ما ينفعش اقعد ولا ايه؟ حضرتك الطيارة طلعت من المطار بقالها نص ساعة، هنقعد نعمل ايه؟ نعمل فراخ بانيه. ايه؟ نلعب كاراتيه. وقعدت تضحك، هو ما حدش قالك انك ما ينفعش تهزري مع شاب. ساندي بصوت واطي، شاب؟ ده انت عفريت العلبة. فهد بغيظ، انا ماشي وانتي خليكي هنا، يلا يا أسامة. مشى وجرت وراه لان هي عارفة ان دماغه طايرة منه وممكن يسيبها ويمشي. ركب العربية وراح رزع الباب وقعد وهو شايط، وكانوا ماشيين في امان الله. واذ فجأة بصوت عالي، أسامة أسامة بخضة، نعم. هما كلمتين ملهمش تالت، امشي عدل معايا احسن لك، روح وجاي مفيش، ومفيش خروج من البيت الا باذني، ورجلي على رجلك، وما اسمعش كلمة لا. سامع؟ أسامة أسامة بخضة، نعم. انا اعمل اللي انا عاوزاه يا أسامة، ولا هقول لبابي على كل حاجة، هو هيديك استمرار 6 الى الابد. سامع؟ أسامة، أحب أسعد سيادتك إن والدك الغالي هو اللي قال لي أعمل اللي أنا عاوزه. أسامة أسامة بانفجار، بس أنت وهو، أسامة هيموت وربنا سيب لكم العربية أنتوا الاتنين وامشي، مش عاوز صوت في العربية لحد فيكم تاني، سامعين؟ وصلوا القصر ونزلت ساندي وهي متنرفزة ومش طايقة نفسها. دخلت أوضتها واتكلمت في الفون، أيوة يا جو، مالك في إيه؟ مش هعرف أقابلكم النهاردة،
بسبب البتاع اللي اسمه فهد ده. لو ما جيتيش هتخسري كتير، ده القعدة حلوة قوي. طب ما انا مش عارف هعمل ايه يعني. جوب هوبس، انتي مش هتعرفي تخرج من الباب صح؟ اه، يبقى تخرجي من الشباك. هو كمل لها بقى الخطة، قفل فونه وراحت ليلي قايله له ها جاية؟ ايوه، شكلنا هنتسلى قوي. وبالليل في أوضة ساندي، ده انا عاوز انام شوية لاني مرهقة جدا وعندي بكرة كلية. ما تخليش اي حد يخبط عليا عشان ما يقلقش منامي. ماشي يا بنتي، مش هتتعشي؟ طيب اخلي فاطمه تحضر لك لقمه. لا يا دادا، انا مش جعانه اكل، انا جعانه نوم. هو كملت بتساؤل، هو فهد فين؟ جوه القصر يا بنتي. عاوزاه في حاجه؟ ايه، لا لا لا، تصبحي على خير وانتي من اهله يا حبيبتي. خراكت الدادا ونطت ساندي من شباك اوضتها وطلعت تجري عشان تروح للشله البايظه. وتحت عند فهد، مرضتش تاكل يا ابني. طيب حاولتي معاها يعني يا دادا؟ اه يا ابني، عاوزه تنام، تعبانه عشان عندها كليه بكره. ماشي يا دادا، اتفضلي انتي. سيدي يا سيدي على الرومانسيه، انت واقف هنا من امتى ياض؟ من ساعه يا دادا، خليها تاكل عشان خاطري، هو عشان كليتي، هو عشان قلبي. ما تتعدل ياض، بدل ما تديك بوكس يعدلك. خلاص يا برنس، احنا اسفين، اسفين لجنابك. ساد الصمت لثواني وراح اسامه مكمل كلام لي وقايل له، بدل ما تعذب نفسك كده ما تعترف وخلاص. ما ينفعش، ما ينفعش يا اسامه، ايه اللي انت بتقوله ده؟ دينا ما امرناش بكده، بس انت معجب بيها من وانتوا صغيرين. سكت فهد وما ردش. يبقى كلامي صح؟ فهد بتنهيده، ما اقدرش يا اسامه، انا صحيح معجب بيها من زمان قوي، بس اعجاب في قلبي هو، ما اقدرش اتبع ده بحاجه حرام تغضب ربنا عز وجل مني، سواء بنظره او بكلام، لانها ما تحلش ليا. وكمان قلب البنت ضعيف جدا ورقيق، وممكن كلمه واحده تضيعها الا من رحم ربي. طيب هتفضل لحد امتى ساكت؟ لحد ما ربنا عز وجل يأذن ويجي الوقت المناسب. ربنا يكبر بقلبك يا صاحبي. اللهم امين. تعال نصلي العشاء في المسجد جماعه ونرجع تاني. تمام يا صاحبي. هو بعد صلاه العشاء؟ خلي بالك يا اسامه، احنا هنبات في القصر اليومين دولت باذن الله. طيب بكره هنصلي الجمعه في المسجد هنا ولا المسجد اللي جنب بيتك؟ فهد بمفاجاه، هو بكره ايه؟ اسامه باستغراب، بكره الجمعه. ايه؟ هو طلع يجري. استنى يا عم، في ايه؟ وهو كمان طلع يجري وراه. ده ثانيه. نعم يا ابني، هو بكره الجمعه اجازه، ازاي هيكون عندها محاضرات؟ ايه، تصدق يا ابني صح. اطلعي بسرعه يا دادا، شوفيها في اوضتها ولا لا. طلعت دادا ثانيه بس بتشيل الغطا، لقيته تحتيه فاضي. ها يا دادا. الدادا بخوف على ساندي، بصي يا ابني، هي لو سمحت يا دادا قولي هي فوق ولا لا، دي امانه معانا، لحصل لا قدر الله يحصل لها حاجه واحنا المسؤولين. بصراحه يا ابني كده هي مش موجوده في اوضتها. فهد واسامه بصدمه، ايه؟ عديت الساعه واحده بعد نص الليل، وفهد مش جايله نوم، ومش قاعد على بعضه، وقاعد يروح ويجي. ما تقعد يا عم، حاولتني. سيبني يا اسامه عشان ما فيش شغل فيك. ومع دقات الساعة 2 بعد منتصف الليل، أهلا وسهلا بحضرتك، كنت فين؟ ساندي بخضة، كنت نايمة. فهد بنرفزة، وهو اللي بينام، ينام بالشوز بتاعه ولبس خروج. ساندي بعند، آه خرجت، واللي عندك اعمله. لا كده كتير، انت لسه في أول يوم ووالدك مسافر وبتعملي كده، أما بعد كده هتعملي إيه؟ مالكش دعوة، أعمل اللي أنا عاوزاه، أكلم شباب وأمشي مع شباب براحتي. فهد بغيظ رافع إيده عشان يضربها بالقلم، بس نزلها واستغفر ربه وتراجع عن اللي هيعمله. أنت الظاهر كده عاوزة تتحرمي من كل حاجة، وأكبر عقاب ليكي إن أقول لوالدك عملتي إيه، لأن كذا مرة أحذرك ولو عرف اللي حصل
مش هتخرجي من القصر ده تاني أبدا. سنتي ببكاء، لا خلاص مش هعمل كده تاني. قولي له بالله عليكي يا دادا، خلاص يا فهد أنا آسفة. خلاص يا ابني معلش آخر مرة. سكت فهد بحزن، ما حاولش يظهره، بس كان بالفعل رن على بابا ساندي. السلام عليكم، ازاي حضرتك يا سامح بيه؟ خير يا ابني، في حاجه؟ ساندي بصدمه وبكاء. سلامتك يا سامح بيه، ساندي معاك هتكلمك. ازيك يا بابي، وحشتني قوي. اسمعي كلام فهد كويس يا بنتي، انا موصيه عليكي. تمام يا حبيبتي؟ حاضر يا بابي، هسمع الكلام، مع السلامه. وقفلت مع باباها، وساعتها فهد قال لها يلا اتفضلي على اوضتك. جرت على اوضتها وهي بتعيط، والدادة مشت وراها. بالراحة فهد، مش كده، عصبيتك ديت ممكن تخسرها. دمي فار يا أسامة. أسامة بضحك، فار ولا قطة؟ إيه؟ بس تصدق طلعت واد شهم وعملت معاها دور جدعانة. بقولك إيه، نام نام أحسن لك، بدل ما اديلك بوكس ينيمك لإراديا. تمام يا باشا، احنا آسفين، تصبح على خير. وفي صباح يوم السبت، اتفضلي يا بنتي. ايه ده يا دادا، ده لبس جايبه فهد. ساندي باستغراب، لبس ايه ده؟ فتحت الشنطة ولقت جواه جيب وبلوزة وطرحة. قولي له يا دادا مش لابساه. لا يا بنتي، روحي قولي له انتي. نزلت وهي بتغلي، يا فهد يا فهد. نعم، ايه الهرجلة اللي انت جايبها لي جلبسها؟ اولا دي مش هرجلة، ده اسمه لبس محتشم. اما اللبس اللي الناس لابساه ده الهرجلة بعينيها. وكمان ذنبي ايه انا كل شوية ذنوب اخدها بسبب الشعر واللبس المكشوف والضيق وكل الكلام ده كل يوم؟ مش لابساه فهد وهو عاطلها ظهره. دادا ده يتلبس، ولو ما تلبس مفيش كلية. انا ماشي. الحمد لله خلعت انا من الحوار، دادا هي اللي لبست فيها. يلا اسامة، انا خلاص زهقت يا دادا. معلش يا بنتي، اسمعي الكلام، وبصراحة كده اللي بيقوله صح. يا دادا انت كمان معاه؟ الله المستعان يا بنتي. يلا استهدي بالله وروحي غيري لبسك عشان تروح الكلية، ربنا يهديك يا رب. هو عند فهد في العربية اللي لمح بعينه ساندي باللبس الجديد اللي كانت جميلة فيه جدا، وسرعان ما غض بصره لأنها مش حلاله. هو قال لنفسه ربنا يهديك يا ساندي، بسم الله ما شاء الله. فهد بغيرة، احترم نفسك ياض وغض بصرك. ركبت العربية وهي شيطة، بس أول ما نزلت قعدت تقول لنفسها هيشوفوني هيقولوا عليا ايه دلوقتي. هي دي ساندي؟ تصدقي هي اللي لابسه ده، انا اعرف شكلها جاية تطوب اليومين دولت. وقعدوا يتريقوا عليها، ايه يا بنتي اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ يا شكلك بيا قوي. ما تستغربوش، ده حال كتير من الشباب الا من رحم ربي، بدل ما يعينوا بعض على الطاعة بيعينوا بعض على المعصية والشر، وبدل ما ياخدوا بايدين بعض للجنة بياخدوا بايدك للنار. فاستمسكوا بصحبة الخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك أي يعطيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. بقولك انت وهي سيبوني في حالي، لحسن روحي في مناخيري. خلاص يا بنات سيبوها، خلونا ندخل المحاضرة. وبعد المحاضرة وقف البنات في الجاردن بتاع الكلية، بس كانوا بيضحكوا بصوت جامد لدرجة لفتوا نظر بعض الشباب، وراح واحد منهم قايل لهم ما تضحكونا معاكم يا أمامير. ساندي بنرفزة، اوف يلا بنات من هنا. كانت لسه هتمشي بس واحد من الشباب مسك ايديها راحت ضربه بالقلم. يا بنت ال، ورفع ايده عشان يضربها بالقلم، بس قبل ما يمد ايده كان فهد ماسكها ولوهاله وقال له بغضب اعمى، ايدك دي
لو اتمدت عليها مش هكسرها لك بس، ده انا هشيلها لك من مكانك. الشباب قالوا له ما تقدرش يا امور. فهد للبنات ابعدوا من هنا عشان العيال دي محتاجة تربية، ونظر ضرب فيهم لحد ما عدمهم العافية، وقال لهم اجروا من هنا احسن لكم، اياكم اشوفكم من هنا تاني. سندي بمفاجأة ان فهد اتصرف مع الشاب اللي عمل معاها كده ودافع عنها بالشكل ده، بس فات من سرحانها لما صاحبتها قالت لها يا بختك يا سندي، الحارس بتاعك ده قوي قوي، ده مسحهم يا بنتي من على الارض. والتانية فعلا ده انا مستعدة ادفع له اضعاف مضاعفة اللي انتي بتدفعوله، بس يكون الحارس الشخصي بتاعي. اما التالتة بقى بصت لفهد بصة مش حلوة خالص، وراحت قايلة لما اروح اتعرف بجد تحفة قوي اللي انت عملته، ممكن رقم تليفونك؟ فهد بصدمة وغضب من جرأتها، ليه ان شاء الله؟ يعني حابة اتعرف ما بتعرفش. البنت باحراج بس بتحاول تدايريه فطينتها اكتر، ليه بس يا جميل؟ بقولك يا بنت انتي اتكلمي معايا عدل وامشي من هنا احسنلك. وصوت من وراه مش يلا يا مستر فهد ولا ايه؟ فهد بغضب للبنات بعد كده لما تقفوا تقفوا على جنب، مش في نص الجاردن بتاع الكلية، ولما تتكلموا وتضحكوا صوتكم ما يعلاش عشان ما تطمعوش حد فيكم. البنات بإعجاب واو ده عنده سوبر شخصية جامد طحن قوي. وجملت واحدة منهم بخبص انت خلاص دخلت دماغي. ألو ألو يا جو قابلني بالليل ضروري. وهي ماشية قعدت تقول لنفسها ليه أنا كنت متضايقة لما البنات كانوا بيتكلموا بالطريقة دي، وخاصة لما البنت وقفت معاها لوحدها. وكملت بنرفزة أكتر اهدي وفوقي ده فهد بتناجي عليا أنسة. سنجي بخضة ايه لا، وحست بنبض غريب في قلبها أول مرة تحس بيه. وبالليل في النادي الليلي ها كنت عاوزة ايه؟ ليلي بمكر هكون صريحة معاك واجيبها لك من الآخر، أنا عاوزة فهد الحارس الشخصي بتاع سندي يكون معايا، بس اللي هتقف في سكتي هي سندي نفسها، فأنا عاوزة أتخلص منها عشان أقدر أخده ليا لوحدي، ومش هلاقي أعز منك يخلصني منها. حلو بس هتعملي إيه؟ خطة ما تخرش المية. وحكيت له كل حاجة. هلو ديدي أنا عامل بارتي صغير كده في الشقة عندي وعازم كل الشلة، لازم تيجي. سندي بحزن ما انت عارف يا جو انا اخر مرة حصل لي ايه، وكمان فهد خد مني مفاتيح العربية. ما تقلقيش ليلي هتظبط لك الليلة وهتوصلك وترجعك تاني، خلاص اتفقنا. والساعة 11 بالليل بدأت الخطة، نزلت سندي وهي بتتسحب وراحت مع ليلي. ده انا كنت هموت من الرعب. ليلي بتصنع طيبة لا يا حبيبتي بعد الشر عنك، وبصت ليها بحقد اخيرا هتخلص منك. وبعد نص ساعة وصل. اطلع انت يا حبيبتي عقبال مركن العربية وهتلاقي البنات مستنيين كلهم فوق. تمام يا حبيبتي. خبطت سنجي على الباب واللي فتح كان جو. نورت يا ديدي. ده نورك يا جو، اما فين البنات؟ مفيش بنات. وراح متربس الباب. سندي بصدمة يعني ايه مفيش بنات وانت بتربس الباب كده ليه؟ افتح. افتح افتح ايه؟ انت اللي جيتي هنا برجلك ومحدش كمان غصبك، والكاميرات مصورة كل حاجة. سندي بصدمة انت بني ادم وقح، انا اتخدعت فيكم. افتح الباب اخرسي خالص، مش فاتح حاجة، هو دخول الحمام زي خروجه. ومشى عشان يقرب منها، لكن هي جرت على اوضه من الاوض وقفرت على نفسها وقعدت تقول يا رب يا رب سامحني انا خايفه قوي، يا رب نجيني، يا ريتني كنت سمعت كلام فهد وبعدت عن الشله اللي انا فيها دي، كل كلمه كان بيقولها لي كانت صح عشان تقربني من ربنا، اما هما بعدوني بعدوني خطوات عن ربنا، اعمل ايه دلوقتي؟ جوب عصبيه من ورا الباب وهو بيخبط افتحي افتحي بقولك. حست ان تفكيرها مشلول بس مع الدعاء، وافتكرت
إن فونها في جيب البنطلون مش في الشنطة. ألو ألو يا فهد، الحقني أرجوك. فهد فزع بعد ما صحى من النوم وعدم استيعاب. انت ازاي؟ وهو ايه اللي حصل؟ انت فين؟ من فضلك تعالى خدني يا فهد وانا احكي لك كل حاجة. انت فين بقولك؟ افتحي افتحي بقولك، لكسر الباب عليكي. قعدت تعيط وراحت قايله له مش فاتحة مش فاتحة. جرى فهد بالعربية بسرعة الصاروخ، والوقت ده كان جو لسه هيمد ايده على ساندي. كسر فهد الباب ومسكه وقعد يضرب فيه لحد ما وقع على الأرض ونزف من كل حتة من جسمه. كفاية كفاية فهد، هتقتله. فهد بنرفزة ونفس متقطع. انت كنتي هتضيعي بسبب عندك وتهورك، نصحتك كتير بس للأسف مفيش فايدة منك. ساندي ببكاء، فهد أنا ارجع معاها في تاكسي يا أسامة، أنا مش عاوز أشوف وشها تاني. وبعد أيام رجع الأب ساندي ببكاء. سامحني يا بابي، أنا عرفت غلطتي بس للأسف متأخر، بس عمري ما أعمل كده تاني. خلاص يا بنتي مسامحك، أنا متأكد إنها هتكون آخر مرة. آخر مرة يا بابي؟ بس فهد ماشى وهو مش مسامحني. الأب من نفسه نص الخطة نجح، إنك تفوقي يا بنتي من اللي انت فيه واللي بتعمليه في حياتك، بس للأسف النص التاني فشل ان اجمعكم انتوا الاتنين مع بعض، انتي وفهد. بالله عليك يا بابي كلم. حاضر يا بنتي. السلام عليكم. ايوه يا ابني انت فين؟ عاوز اشوفك. فهد بأسف للأسف ما بقاش ينفع، انا حاليا في المطار ومسافر. الاب بصدمة، ماشي يا ابني. هيا بابي. قالك ايه؟ للأسف يا بنتي هيسافر وهو في المطار دلوقتي. ساندي بصدمة، ايه؟ لا يا بابي بالله عليك ما تقولش كده. هو كملت ببكاء، انا كنت معجبة بفهد. وقعدت تعيط اكتر. خلاص يا بنتي يا حبيبتي استهدي بالله، كل شيء اسمه نصيب. هو عند فهد اللي مشى بحزن وقال لنفسه انا مضطر اعمل كده عشان قلبي ما يتألمش اكتر من ما هو متألم. وبعد 3 سنين وتحديدا في دار الايتام، ساندي جت ساندي جت. حبايبي الكتاكيت عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. وانتي كمان يا سوسو. مين عاوز كاندي؟ انا. حاضر من عيوني. عاوزينك تحكي لنا قصه من قصصك الحلوه. بس كده كان يا مكان يا سعد اكرام، ما يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام كان في واحد اسمه عم عبد الله. عم عبد الله ده ما كانش بيعرف ولا يقرأ ولا يكتب، وفي مرة دخل المسجد سمع درس للشيخ عن حديث من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد إيه الكلام في الحديث ده عظيم جدا. والحديث كان كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. خرج من المسجد وبقى أول ما يشوف حد يقعد يقول له على الحديث ويحفظه له. دخل بيته ونادى على زوجته وأولاده وقال لهم على الحديث. عاش بحديث واحد طول حياته، وهو الحديث الوحيد اللي كان حافظه. بس في يوم من الأيام عم عبد الله تعب ودخل في غيبوبة، وكان اللي بيشرف عليه وعلى علاجه دكتور مش مسلم. بس كان في يوم من الأيام فاق من الغيبوبة واستمرت أكتر من أسبوعين تقريبا. وأول كلمة قالها بعد ما شاف الدكتور ما كانش بيسأل فيها عن عياله وزوجته ولا هو فين، كان أول كلمة تعرف حديث الرسول اللي بيقول كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هو خلص الحديث ومات مباشرة
بقى الدكتور اللي مش مسلم بيضرب كف على كف ويقول ازاي ده، حتى ما سألش عن حاجة ولا عن عياله ولا عن نفسه ولا أي حاجة. وأول حديث افتكره هو حديث نبيهم قد إيه الدين ده عظيم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وعلى أيدين عم عبد الله بفضل الله الرجل الأمي ده اللي ما كانش بيعرف يكتب ولا يقرأ أسلم على إيده دكتور، وهيكون في ميزان حسناته هو وكل ذريته. بس السؤال لينا، يا ترى إحنا بقى حافظين كم حديث ومحتفظين بهم لنفسنا؟ الأطفال ببكاء الله يرحمك يا أم عبد الله. هو في نفس التوقيت ده بشوق، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سامح بيه وحشتني قوي، أنا لسه وصل البلد حالا فقلت أبلغك وأسلم عليك. سامح بمفاجأة، وأنت كمان يا ابني وحشتني قوي، لازم تيجي وأشوفك ونتغدى مع بعض. فهذا بحزن، معلش اعذرني مش هقدر، أنا مسافر تاني يوم بإذن الله. سامح بحزن برضو كده، تزعل أبوك منك؟ لا ما يرضيني زعلك، هعدي لحضرتك بس مش هتأخر. ماشي يا ابني، هستناك بإذن الله. أهلا يا ابني، منور بنورك يا سامح بيه، احكي لي بقى عملت ايه في السنين اللي فاتوا. فهد بدأ يحكي له، وراح قايل له ربنا يوفقك يا ابني يا رب، وفي سره يا رب يا بنتي تيجي بسرعة قبل ما يمشي. طيب استأذن انا بقى. سامح بحزن، استنى يا ابني اقعد شوية. وفي اللحظة ديت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بابي العسل عامل ايه؟ الاب بفرح، الحمد لله يا حبيبة قلب بابي، تعالي. فهد لنفسه وهو مش مصدق المنظر اللي شايفه قدامه، معقولة دي ساندي؟ اللبس المحتشم ده والواسع وخمار وعباية، حقيقي اللي انا شايفه بعيني ده؟ مش بحلم؟ مش هتسلمي على فهد؟ ساندي بمفاجأة هو قلبها بينبض بعنف، ايه فهد؟ غضت بصرها وقالت له السلام عليكم، ازاي حضرتك يا استاذ فهد؟ فهد بمفاجأة من طريقة كلامها، وعليكم السلام الحمد لله بعد إذنكم. مشت وهي بتبكي وقلبها متقطع، دخلت أوضتها ورفعت إيديها، يا رب أنت عالم إني تبت ليك، وأخدت على نفسي عهد إن عف نفسي وما فكرش فيه تاني، بس هو اللي ظهر قدامي. فهد بحزن بيحاول يخفي، استأذن عشان طيارتي كمان ساعتين. سامح بقلة حيلة، ماشي يا ابني تسافر بالسلامة. طلع لبنته ولقاها بتبكي، وراح قال لها خلاص يا بنتي ماشي وهيسافر كمان ساعتين. صوت بكائها بدأ يعلى يعلى أكتر وأكتر، وراحت قايلة له قلبي وجعني أوي يا بابي، لما شفته افتكرت كل ألم مريت بيه الفترة اللي فاتت عشان أحاول أنساه وأحفظ قلبي، بس خلاص ما بقاش ينفع تاني، هو هيسافر. الأب بإصرار، لا هينفع بإذن الله، قومي معايا. هو في المطار، فهد يا ابني، فهد بصدمة، سامح بيه أنا عارف يا ابني اللي قاله لك ده غريب، والطبيعي إن يحصل العكس، أنا بطلب إيدك لبنتي لأني مش هلاقي أحسن منك ليها، ولو انت موافق يا ابني هي مستنياك بره. بس لسه ما كملش كلامه لقى جرى بسرعه الصاروخ، وبره واقفه ساندي ومتوتره، غمضت عينيها وقالت يا رب انا عندي حسن ظني بيك. هو صوت من وراها بيقول لها في كلام كتير نفسي اقوله لك، بس دلوقتي مش هينفع، مش هينفع غير بعد كتب الكتاب، تقبلي تتجوزيني؟ ساندي بصدمة وبكاء ومش مصدقة ان اللي بيحصل لها ده حقيقي، طبعا موافقة. وبعد ايام اتجوز فهد وساندي وعاشوا احلى حياة في طاعة ربنا عز وجل. وهنا
تكون انتهت قصتنا النهاردة، أتمنى تكون عجبتكم. يا ترى حابين ايه تاني قصص تنزل على القناة؟ ادولنا أفكار عشان نقدمها لكم بإذن الله، وبنشكركم على دعمكم لينا، وكمان ما تنسوش تصلوا على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.